حنا الناس مول يعقوب مرشدين الزوار مول يعقوب، عندنا الديور السكن ديالنا هنايا كنكريو السكن اللي كيجيو كنرحبوا به الناس، كيجيو عندنا الزوار مرحبا بهم كنرحبوا بالناس ديالنا، ولاني عندنا مول يعقوب حاجه وحده اللي هي كضر الناس الساكنه ديالنا هنا، هي مول يعقوب مهمش بجميع النواحي، مهمش مول يعقوب، عندنا رئيس الجماعه عندنا النائب ديالو مهمش للبلاد. نعم هذا هو اللي كنهضروا عليه، حنا ما عندناش شي مرافق عموميه اللي يجلسوا فيها الناس، حنا كنعانيو من هذا الشيء. بحال هاد المرافق اللي ما عندكمش؟ ما عندناش جريدات، ما عندناش فين يجلسوا وليداتنا، ما عندناش بزاف د الحوايج، هذا هو اللي كنعانيو منه، وكنعانيو من التهميش. مهمشين مولاي يعقوب مهمشينو في خطره، التهميش كنعانيو منه. والمطالب ديالكم؟ المطالب ديالنا هي كنطلبوا من سيادة العامل ومن جلالة الملك الله ينصرو، هي شوف ينظر لهاد البلاد، هاد البلاد راه مهمشة ومهلوكة، هذا هو اللي كنطلبوه، هذا هو الطلب ديالنا الواحد. شي حاجة أخرى كنطلبوا من جلالة الملك يدير معنا، يجي يشوف هاد البلاد هادي ويشوف هاد الفساد اللي كاين في هاد البلاد. حنا رئيس الجماعة ما خدامش، لا أعضاء ما خدامينش، حتى شي حاجة ما عندنا خدامة هنايا، حنا مهلوكين، مولاي يعقوب مهلوك، هذا هو اللي كنهضرو. كيجيو عندنا زوار، كيجيو عندنا ناس خصهم فين يجلسوا، خصهم فين يدورو، خصهم بزاف د الحوايج. والله يا خويا حقنا هذا الشيء اللي كنقولو، كنطالبو من جلالة الملك ينظر لينا، هذا هو اللي كاين. وشكرا. كرموز ديال مولاي ادريس ديواليلي شرفي. يلا هذا البور وزينة. شحال دايره في الثمن؟ دايره 20 درهم اسيدي. الثمن زوين. راك تطلع علينا انوار. انوار سير سير الكاميرا، سير ندير الكاميرا اللي عبره دياولو. فين دا انا كنشكر سيدنا على حضنا خليه لنا يطول عمره. حنا غير ناس مساكن كارين وما خدامه ما قدامه، انت سفرت ليا من فوقين ومريضه، مريضه بالقلب ما كنلقى لا دواء لا والو، وكاريه ما عندي لا باس نقلص الكرا ولا حتى حاجه وما عندي والو. وكنطلب من سيدنا يحفظنا الله يشوف من حالنا. Thank you.
واحد الخدمه ديالو ما يعاون كل واحد. Thank you.